يقول لك راه هادشي الخبايا ديال التفقيس اللي باقي ما تيعرفهمش بزاف تاع الناس. بزاف ديال بنادم فعلا فهمتيني، انت ما خدامش الاعلاف المركبه لا ديماراج ولا اي حاجه للدجاج اللي كيعطينا بيض مخصب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان. بالنسبه للخلطه هذه الخلطه ديال 6 شهور ديال 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 الصيف، يعني من شهر 5 حتى الخريف كنستعملوا هذه الخلطه هذه، يعني كتكون مريجيميه شويه لان في السخونيه تيسمن الدجاج دغيا، كدير ليه ثلث ديال الذره وثلثين ديال القمح، ولا بغيتي تزيد معاهم شي شويه الشعير، واحد الشعير كيتعطب بنسبه 20% للدجاج وبيض، مع ان الرائج ان الشعير هو اللي تزيد البيض. لا بالعكس القمح احسن منه، راه انت شوف معايا القمح كيداير تبارك الله، هذا راه الزريده، هذا كنشروه الزريده كيتسمى الغربال الكرياج، كيتشرى بديك هذه شريتها العام اللي فات ب 47 ريال، كان ديك الساعات الجفاف كان غالي. المهم هذا راه كما كتشوفوا راه قمح مليح ديال الطاحونه كاع، والضرب بلديه دوريجين ضرب بلديه، ما ولا كطيلي بحال كعادي هكا عادي تياكلو ما كاينش المشكل. بالنسبه للفتره ديال 6 شهور ديال البروده تنزيدوا الفول وتنزيدوا شويه الشعير، انا نعطيكم النسب تقريبا، تنديروا 50% ديال القمح، كنديروا 30% ديال الذره، 20% ديال الشعير، وكنزيدوا عليها 10 كيلو ديال الفول. هذه هي الخلطه اللي كنخدم بها انا مع الفول. هو اللي ضروري يتقسم، ضروري كدشوا ليهم اولا كدشش ليهم هادشي كامل باش يجي مساهل في الهضم وتستافد الدجاجه دغيا، حيت كاين واحد القضيه سميتها ان الماكله عندها مسار ديال الهضم، وداك المسار ديال الهضم الا هرسنا لها الماكله يعني مزيان دغيا كتهضم ليها ودغيا كتنتج لينا، اما الا عطينا لها بحكه دابا هاد الماكله عا كترقد عاده في الحنقوره وكتبقى موده عاده كتهضم ليها، اذا الا وفرنا عليها عمليه الهضم غتنتج لينا بالزربه. هذا هو اللي كاين بخصوص الخلطه، حبوب تشريهم يكونوا نقيين ما يكونوش مداويين، وكتجيبهم عندك كتحط الكونتيتي اللي غتخصك على طول السنه وكتبقى خدام بهم. كما كتشوفوا اللهم بارك راه الدجاج راه شبعان مرقها مع راسو. اني بالنسبه للعبار السي حسين واش كتعرف تحط ليه غير داك الشيء اللي كتبقى ديما الدجاج البياض ما كتقطعش عليه الماكله خاصها ديما، ما كاينش هذيك ديال 50 غرام لا ما كاينش داك الشيء، داك الشيء ديال 50 120 غرام هذاك الشيء غير هضره كيقولها بنادم، هذاك الشيء ديال الدجاجه البياضه اللي في الكاج 120 غرام، اما الدجاجه اون بلانير ما كنخدموش معها بهذه الخدمه، كنعطوها الماكله حيت كتحرق هي كتجري في المسرح، تنخلوا لها الماكله وتنعطوها مسرح غني، كتاكل هي داك الشيء اللي بغات من الوكاله وكتكمل الاحتياجات ديالها من المرعى، وبذلك يعني كتكون كونسوماتينا 80 غرام تقريبا بحال هكا. يعني بالنسبه لهاد العبار ديال العلف ما تديروا حل حتى شي نوع ديال الدجاج، يعني كلشي كتعطيه تيشبع الفلوس بحال تيشبع كلشي، انا ما كنحسبش مع الدجاج من نهار بديت في هذا الميدان ما كنحسبش معاه، فلوس عنده الوكاله ديما عامره، الدجاج كبير حتى هو ديما عنده الوكاله عامره. يعني بالنسبه للاخوه اللي تيقولوا ان تعطيه 5 غرام وتبدا تزيد وهذيك غير لا ما خدامش هذاك الشيء، هذاك الشيء ما غاتوصلش للذروه ديال الانتاج، حيت هذا الشيء جربناه حنا اللي خصو يشبع ديال الورقه والستيلو مع الدجاج، احسن شيء هو تحط ليه الماكله وخليه ياكل ديك الوجبه اللي كيحس بها خاصه تدخل ليه لذاته باش ينتج لك، صافي هذا الشيء اللي كاين، كتخاف شويه غير على الذكوره كيتقالوا بالنسبه للنتاوي صافي. مره الا حسيتي بهم ان الذكوره مثلا وزنوا ولا شي حاجه كتعاود تريجيمي كتحيد الدريه كتخلي لهم حبه وحده، اولا تعزل الذكر تجيب ذكر اخر مسارح رومبلاسون، وهذا كنديروا ليه عمليه اعاده الادماج كنديروا ليه الريجيم واحد الشهر هذا كندخلو ثاني يخدم ويجي الاخر وغادي. هذه بالنسبه للخدمه ديال السلالات، بالنسبه للناس اللي كيخدموا على البيض المخصب وممنوع تعطوا العلف مركب للدجاج اللي اللي غادي تفقصوا البيض ديالو. يعني بالنسبه للدجاجه داك العلف ديال الدجاجه البياضه 53 ما خدامش لا 53 ولا اي ماركه، ما خدامش الاعلاف ما خدامش الاعلاف المركبه لا ديماراج ولا اي حاجه للدجاج اللي كيعطينا بيض مخصب، لانه كيكبر المحتوى ديال البيضه، المحتوى شو هذه بيضه كتسمى بيضه بلديه، هذه السلاله ها بيضتها كيدايره كريميه مفتوحه ديال الامروك، الا عطينا العلف مركب غتولي البيضه كبيره بزاف، غتولي بيضه كبيره يعني تفوت الحجم ديالها الطبيعي، الا فاتت الحجم ديالها الطبيعي كيتغيروا معنا بزاف ديال الحوايج، الخلقه ديال الفلوس، الفلوس كيولي المود ديال الاجنه بزاف في البيض، اول شيء يعني ما كتنجحش معنا عمليه التفقيس، يعني ما كتنصحش بالعلف المركب بالنسبه للدجاج البياضه نهائي. هذه تجربه عميقه درتها وبارطاجيتها مع بزاف ديال الاخوان، ممنوع تعطي العلف المركب، عطيه ماكله طبيعيه بحقها، الا بغيتي الجوده في التفقيس
عطيتي الاعلاف مركبه كتكبر، كيكبر المحتوى ديال البيضه وكنخرجوها على الخلقه الطبيعيه اللي خلق عليها الله، وكيوقعوا بزاف ديال المشاكل. يقدر الفلوس تينقب وما يخرجش، ما تيخرجش نعم، حيت المح ديال البيضه كيكبر. الفلوس ملي كيوصل 20 يوم باش ينقب البيضه كينقب، ولكن باقي عنده الشيط في المخزون ديال الغذاء، باقي عنده الصفار باقي ما كملوش، يعني ما يمكنش فتحه السره انها تلتئم وهو باقي عنده الغذاء بزاف. وهذا الشيء كنقول لك راه هادشي الخبايا ديال التفقيس اللي باقي ما تيعرفهمش بزاف تاع بزاف ديال بنادم فعلا، فهمتيني؟ يعني انا كنقولوا غير من الرطوبه هي، راه كاين بزاف ديال لا 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 بزاف ديال الموالين ديال الفقاسات كيتظلموا في هاد الحويجات هادو، وحنا عشنا التجارب ماشي كنهضروا من فراغ. حتى حنا عندنا فقاسات بروفيسيونيل وكنجربوا، يعني خدمنا فقاسات ديال البلاد اللهم بارك، خدمنا فقاسات ديال برا، ولكن كنقول لكم راه هادشي راه كيدير مشاكل. تخيل دابا انسان كتكون عنده فقاسه مزيانه وواحد كيشري بيض مثلا ديال الدجاج واكل العلف مركب وما تخرجش ليه، كيمشي ديريك كيتهمو الفقاسه، مع ان العلف مركب تو عنده دخل في عنده دخل كبير اساسي، فقاسه لا علاقه لها بالموضوع، فهمتي؟ هادشي جربناه اخويا. الاغلب انه كيقولوا غير نقص ديال الرطوبه، بعض المرات كيكونوا مشاكل من الفقاسه، ما كيكونش فيها التجانس، ما كيكونش فيها التوزيع مزيان، فهمتي؟ ولكن الحريفيه اللهم بارك راه عندهم فقاسات جوده، هذاك ربما الحريفيه على رؤوس اصابع اللي نعم. عندهم يعني 90% في التفقيس، نعم. يعني هذا الشيء احنا جربناه، جربناه الاخ سفيان يعني على فقاسات ديال برا وفقاسات ديال البلاد. كنقول لك راه سنوات باش تطلعيق على هذا القالب هذا، خاصك سنوات ديال الخدمه، سنوات نعم، باش تكتشف هذا الشيء. او مالا التفقيسه خرجت بحال هكا، مالا البيض غليظ، مالا هذه اوموجين كتكون قد هكا، هذه واخا تبان لك بحال هكا راه يخرج منها في ليليس عادي صغير، ولكن راه كيتطور كيتطور كيكبر طبيعي. في البيضه طبيعيه هي هذه كتكون صغيره قد ديال الدجاج البلدي، كتكون موين 45 غرام 50 غرام، اما ملي كتعطي المركب راه كتولي بيضه فيها 70 غرام 80، عرفتي قداش كتولي البيضه؟ شوف البيض ديال الاندلسي قداش، واللي مخلط مع لي جون البيضه مقنبله ما غتخرجش، كديرها في القاسه ما تخرجش، ما تخرجش يعني كيموتوا فيها الاجنه في جميع الاعمار، يعني من عمر يوم في التحضين حتى 18 كيموتوا فيها الاجنه، كاين اللي تيتقب ويموت باقي عنده المخزون ديال الصفار ديال البيض، ما يمكنش ليه هضم للسبب ديالو هو الا ما التئمتش فتحه السره ديال الفلوس ما يمكنش ليه يخرج من البيضه، هذا من بين الاسباب. شحال من واحد تيسول على القضيه، وكاين بعض المرات كيكونوا في قاسات دون المستوى، يعني كاين كيكونوا في قاسات دون المستوى، ما معبوره لا تهويه، ما معروفش شحال داخل ديال الاكسجين شحال خارج. هادشي علاش كنصح الاخوان يتقداو، يعني من عند يا اما شري في قاسه ديال برا، يا اما شري من هاد الحريفيه الموثوقين في المغرب، راه معروفين على رؤوس الاصابع، وكنوجهوا لهم التحيه على الاجتهادات ديالهم. هذا هو اللي كاين بخصوص الخلطه وبخصوص العلف. كنشاركوا معكم هاد السلاله ديال الامروك اللهم بارك، راه سلاله ممتازه وما كتقرقش، سلاله المانيه اللي كتبيض يوميا بيضه كيف ما كتشوفوا البيض ديالها هو هذا، يوميا بيضه الاخوان وممنوع القراقه، سلاله ممكن تعتمدوا عليها وداخله هذه من الابطال ديال انتاج البيض، سلاله مقاومه للامراض ممتازه جدا في المناعه. احسن سلاله المفضله عندي في الكاركتير هي هذه السلاله، لانها بحال مربي شي مش ولا شي حاجه، سلاله عزيز على الانسان وما كتخافش. وهذو من المزايا ديال السلالات البطاله في الانتاج، كيكون عندهم كاركتير زوين لانهم تخدموا عبر اجيال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكم.